الحمد لله، انا مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حمى البلد دي أكيد. وهو اللي حاميها. حقيقي. بس انا عايز اوجه الشكر لكل مواطن مصري نزل الشارع ووقع الاستماره، لان الناس دي هي اللي صنعتنا، والناس دي هي اللي كانت بتحمينا في الشارع، والناس دي كانت ظهرنا، دول كانوا ظهرنا وسندنا، ولولاهم ما كانش زماني النهارده قاعد قدام حضرتك بتكلم دلوقتي. يا محمد، يعني النهارده محمد.